أنا بعضا والله سبحانه وتعالى أمرنا نحن المسلمين بخلق التواصي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان المسلم يعني كما يقولوا في أصله، وكنت أنت قلت يعني كلمة جميلة، في أصله أنه متخلق بأخلاق الإسلام، وأخلاق الإسلام هي تلك الأخلاق الفاضلة الراقية الحضارية التي يعني جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي سن هذه الأخلاق وطبقها خير خلق الله تبارك وتعالى، حتى أن الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر الجميع وأخبر جميع الناس كافة البشرية بأن يعني لماذا جاء هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العرب في ذلك الوقت كانت لديهم أخلاق كريمة كالأمانة كالنبل كإغاثة الملهوف كالشجاعة كالكرم، أخلاق كثيرة، ولكن من الجهة الأخرى كانت كذلك فيهم أخلاق سيئة. جاء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليتمم هذه الأخلاق، يعني ذلك البناء الجميل كانت فيه فجوات كانت فيه خروقات، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليثبت ذلك البناء الجميل ويجمله أكثر، ثم يعني يقضي على تلك الخروقات بأن يعوضها بأخلاق حسنة. هذا إذا كان المسلم في الأمور العادية في الحياة العادية يجب أن يتخلق بأخلاق الإسلام، ولا إسلام بلا أخلاق. فالمسلم بلا خلق يعني تماما كالجسد بلا روح، لا معنى له، كالشجرة بلا ثمر يعني لا فائدة منها، كالأرض الجرداء. فالخلق المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة ممكن إن شاء الله نتعرض لها في المستقبل، لكن الآن كمقدمة، يعني بحسن الخلق قد يصل المسلم إلى درجة العابدين العاملين، يعني من يقوم الليل ويصوم النهار ويحج ويعدد العمرات، قد يدركه أو يفوته من يتخلق بالأخلاق الحسنة. لأن الدين في الأخير ما هو؟ هو ممكن سنتكلم عن أربعة محاور في الأخلاق وقت الأزمات خاصة، زيادة على أنها كما قلت في الأمور العادية هذا 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 مطلوب وموجود، لكن في وقت الأزمات قلت كلمة جميلة جدا، وقت الأزمات تظهر معادن الرجال. صحيح. وتظهر معادن الأمم وتظهر معادن الحضارات. وقت الأزمات سبحان الله يميز الله من الخبيث من الطيب، لأن الأزمات ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بماذا؟ بالابتلاء. يبتلي الناس بأي شيء، يبتليهم، قد يبتليهم بالفقر، قد يبتليهم بالغنى، قد يبتليهم بالحروب، قد يبتليهم بالمجاعة، قد يبتليهم بالدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والناس أخي لطفي، دنيا الناس، الحضارات، الأمم، التاريخ متقلب وليس ثابتا. صحيح. بالعكس، يعني يجب أن يفهم الناس أمرا 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 عظيما. بعض الناس يظنون بأن الحياة راتبة، يعني هكذا. لا، الحياة أيام، يوم لك ويوم عليك، ليست بمسطحة. أكيد أكيد. صحيح. يعني ليست بثابتة. صحيح. المتغير فيها هو الثابت. صحيح. المتغير هو الثابت، والثابت هي الأخلاق، هي المبادئ، هي القيم، هي الأصول، هذا هو الثابت. لكن ما عدا ذلك من حياة الناس، ربي سبحانه وتعالى بالعكس يجب أن يفهم المسلمون دينهم. ربي سبحانه وتعالى تكلم على سنة عظيمة من سنة الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، نحن الآن بعيدون عن سنة الله سبحانه وتعالى.